كنت صحيح وخدام. انا كنت في رمضان بعد، اولا كنت في رمضان رويال اللي في الدار البيضاء، وهي اللي خرجت وجيت ندير لا ريباسيون لا تيليفزيون. والمهم حتى مرتب القصور كاري، وجلست عندي عدة أمراض غير، وكان القصور كاري هو اللي أثر بيا بزاف يعني. وجلست وعاونتني الزوجة ديالي، هي بقات خدام معايا، بقات مهلية بما، وأنا بقيت جالس في هاد المحل حتى وصلت هاد الجهد ديالي. كان ندير ديالي يعني، كنكمل راه كندير ديالي تقريبا دو فوا، جمرات في السيمانة. ايوا هاديك المدام معاوناني وداكشي، ولي باش غادي يقول لي ندوش، راه ما عنديش، ما كندوش انا مقدرش، لانني عندي فتحة هنايا وفتحة بجنبي ما نقدرش. المعاناة ديالي هانتوما شتوها كي دايره، اللهم لك الحمد، الحمد لله على كل حال. هاد المحل هذا منو سكنة، منو خدمة، منو عيشة فيه، منو اللهم لك الحمد. عندي الرجل عنده القصور الكلوي وطونسيو، عنده القلب بروستات، اللهم لك الحمد من فوقين يعني الدواء ما يتحيدش، اللهم لك الحمد. كل مرة عملية العروق، اصلا العروق مشاولي ما بقاش زعما اللي غي يصفي بهم. كل مرة ركبت المكانة الاولى ما صدقت، درنا التيو، دابا خاصك تحيديها لا يديروا شي ميكروب. هاد العملية دابا اللي عايدير الاخرى فيها جوج عمليات، الا ما صدقلوش العرق وما لقاش خاصو يركب له واحد عرق اصطناعي. اللهم لك الحمد، الحمد لله. تقريبا دابا شي عامين دابا ولا قريب العامين حنا هنا، اللهم لك الحمد. ما كانت عندي لا ما لا طواليت، واحد المعاناة زعما، اللهم لك الحمد. شتي هادشي ابتلاء من الله سبحانه، كنطلب من الله تعالى لا يدوزو على شي بصل. واش غادي ندير؟ قال لك الجوع تعلمك الطياب، والعراض تعلمك الخياطة. غتكون اش غدير؟ كتشوف راسك ما عندك بديل، حتى انك تخليه مثلا وتخرجي تخدمي مع على برا ولا هاد، ما يمكنش. كل مرة ما كيقدرش هو ينوض، الا ما عطيتيش حاجة ما تينوضش، حيت هو عنده شلل نصفي، ما تيقدرش يتحرك راسه ولا لا، ما نوضتوش انا وشد هكا من هذه لهذه ما يقدرش، ما يوقفش، ما يمكنش ليا نخليه. والناس هنا اللهم لك الحمد كله يجيب لك خديمة مولا 10 دراهم مولا، اللي كيشوف راك بلا ما نهضر معاه، اللهم لك الحمد. كنت قاتل حيدة من جوعي، ما ناكلش، وخصني ناخذ ليه الدواء ديالو، خصني ناخذ ليه المسائل ديالي ضروري. واحد مرة غير نهار مرة منكت ليه، اسمح لي لهاد الكلمة، نهار واحد بالجمعة ما ديتوش هنايا، سخاف ليا هنايا ما قدرش يتحرك، صافي كله تعوج ليا، رجليه تنفخو، ما يمكنش. هو راك راه عاطين 3 الحصص في السيمانة، كندير ليه جوج. شوفو هاد الحالة لوجه الله، المحل اما شوفو ما عندي محل، الخدمة كوزا ما عندي شي مدخول، ولا عندو شي وظيفة، ولا عندو شي ما كاينش، ما لا متقاعد لا والو، كان خدام خدمة ديال راسو نهار طاح مرض ما. شوف الى الوجه الله، هاد السيدة هذا راه انا ما عندو زوج، لا بالقليل ولا بالكثير، واللي تعاون معانا وشاف فيا الوجه الله، الله يجازي. محال اما ما عندي محال، الدواء ولا الدياليز ديالو ولا هادشي ديال التحاليل ولا هاد العمليات باش غنديرهم ما عنديش. كاين الله، كاين الله من غيرو كذاب، الحمد لله، اللهم لك الحمد. ما يمكنش الدواء، اي دواء عنده ما يمكنش يبطلو، حتى كينا ما يقدرش يفلفت. عنده ديال الصباح، عنده ديال الحداش، عنده ديال الغدا، عنده ديال الليل، ولا طلع شي سخانة ولا شي ميكروب ولا هذا، خاصك ثاني تجيب ليه الدواء. هاد الحالة هاد السيدة مزرية صراحة، يعني كتعاني من جميع يعني الحالات. السكن ديالها يعني فيه مبيت، فيه دوش، فيه
يعني طواليت فيه مطبخ يعني كل شيء فيه وغير كافي، وزياده على هذا الزوج ديالها يعني مريض وكيعاني بزاف الامراض، القلب، السكر، طونسيون، يعني كتعاني معاه صراحه. واش غادي نقول لك، بغيت يد المساعده لهاد السيده هذه، بغيت يد المساعده يساعدوها الناس، راه في واحد الحاله يرتلاها يرتلاها صراحه. وقبل ما تدخل ما كانت عندها مشكل في الجيران يعطيوها الماء، التواليت، والرجل مريض ودار الكروسه، كتعاني بزاف من كانت تعاني بزاف، حتى من بعد عاد شي محسنين دخلوا لها التواليت والماء شي شهر هذا ولا ما كاملش باش داروا لها التواليت والماء. وكنطلبوا يد المساعده، الناس يساعدوها، المحسنين يساعدوها، الله يجازيهم بخير. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.